وصلتنا إجابات بعدد 46114 رسالة، عدد الإجابات الصحيحة 31436، وللأسف 14678 رسالة خاطئة تم إرسالها بشكل خاطئ للبرنامج واختيار أيضا إجابات خاطئة. الآن سنجري السحب ونختار الفائز الأول معنا بجائزة 50000 ريال عن سؤال أمس، وكانت الإجابة الصحيحة الاختيار رقم 3. مبروك لصاحب الرقم 7360097 06. مبروك إذا لصاحب الرقم 7360097 06. مبروك إذا للفائز صاحب الرقم الظاهر معكم على الشاشة، أول 50000 عن سؤال حلقة أمس، وأيضا سنختار فائزين خلال هذه الحلقة، والجائزة 50000 ريال لكل فائز. طيب نروح للقرعة ونختار الفائز الثاني، والسؤال وقيمته 50000 ريال عن سؤال أمس، كانت الإجابة الصحيحة رقم 3، والآن سنختار فائز من بين 31436 رسالة وصلتنا بشكل صحيح وإجابة صحيحة، اختار الاختيار الثالث. بسم الله الفائز الثاني معنا. مبروك لصاحب الرقم 775865859. مبروك إذا لصاحب الرقم الظاهر معنا على الشاشة 775865859. مبروك إذا لصاحب الرقم 50000 ريال. الآن سنجري القرعة ونختار الفائز الثالث. الفائز الثالث معنا عن سؤال أمس، وكانت الإجابة الصحيحة رقم 3. مبروك لصاحب الرقم 77006914. مبروك إذا لصاحب الرقم 773069 14. مبروك لصاحب الرقم الثالث والظاهر معنا على الشاشة.